النهاردة هكون بجاوب على سؤال من المشاهدين بعد ما اتعرض البرنامج، واعتقد ان السؤال هيكون من اهم صفاته انه طالع منكم، مش مجرد ان انا بسأله وبجاوبه، وكمان بيتطفق مع الفكرة اللي بيدعو ليها البرنامج، ان زي ما بتسمعوا من المسيحيين ما تسمعوش عنهم، هيكون السؤال كأنك بتسأل المسيحيين ما تجاوبش عنهم. ما دام المسيحي مغفورة ليه خطاياه فيمكنه أن يفعل ما يشاء، هل يعقل هذا؟ هو الحقيقة طبعاً لا يعقل، بس الفكرة أنه المسيحية مش بتعلم بكده خالص. السؤال ده بيفترض أن في مجرم سرق فلوس، فراح واحد قال له ما تقلقش أنا هسددها عنك، وراح المجرم ده لحاله وفضل يمارس إجرامه، بس ده ما اسموش غفران، ده اسمه استباحة. لكن المسيحية مش بتقول كده، المسيحية بتقول أنه المسيح مات وقام مش بس عشان يغفر خطايا، لكن كمان عشان يغير طبيعة البشر ويديهم طبيعة جديدة هي طبيعة الله نفسه. مش بمعنى أنهم بيبقوا آلهة، حاشا، لكن بمعنى أنهم بيحبوا الخير ويكرهوا الشر. طبيعتهم نفسها من ناحية الخير والشر بتتغير لما يصدقوا اللي عملوا المسيح عشانهم ويقبلوا التغيير ده منه ليهم. كمان السؤال ده بيفترض افتراض بيهين المتسائل نفسه، وهو أن الإنسان مش بيطيع الله غير عشان يكسب من وراء طاعته حاجة، وكأن الإنسان مش عاوز الله ولا فارق معاه، لكن عاوز المكافأة اللي الله هيديها له، زي مثلاً الجنة. وبالطريقة دي كأنه الإنسان بيعبد الجنة مش بيعبد الله. المسيحي فعلاً بيفعل ما يشاء، بس اللي بيشاءه المسيحي ده لو كان مسيحي حقيقي هو كل خير ورحمة ومحبة. غفران الخطايا في المسيحية مش رخصة للخطية، لكنه مرتبط بتغيير طبيعة الإنسان نفسه، من شخص عبد للخطية بيحبها وبيعملها لشخص محب لله بيحبه وبيطيعه وبيكره الخطية، أو بمعنى أدق بيحب كل اللي الله بيحبه وبيكره كل اللي الله بيكرهه.